استاذ عبد اللطيف مساء الخير. مساء النور. اهلا بحضرتك. يعني استعدادات الحكومه لتوفير مزيد من السلع والرقابه على الاسعار في هذه الفتره ايه؟ يعني هناك متابعه دائمه ومستمره من جانب رئيس مجلس الوزراء مع يعني كافه الوزارات المعنيه. يمكن كان هناك اجتماع النهارده، يعني اجتماع مهم فيما يتعلق بضرورة الاستمرار في رصد تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، ليس على مستوى الصعيد المصري ولكن في العالم، لأن الأزمة بتنتقل. يعني ليس على مستوى الصعيد المصري فقط تقصد؟ نعم، لكن ليس على مستوى الصعيد المصري خالص أكيد ما تقصدش كده. لا، ليس على الصعيد المصري فقط ولكن على كافة الأصعدة يعني. أيوة. ولذلك هناك يعني يمكن وزارة التموين تقدمت بتقرير خلال هذا الاجتماع أوضحت فيه أن مصر لديها مخزونات كبيرة من السلع الأساسية. مصر في فترة الأزمة يعني أو مع بداية الأزمة حتى الآن استطاعت أن هي توفر حوالي 2.7 مليون طن قمح من الخارج، ده بالإضافة إلى مستويات القمح المصري من القمح المحلي من الفلاحين من الفلاحين. تمام. وبالتالي هنلاقي إن عندنا مثلا يعني رصيد استراتيجي بيكفي أكثر من 7 شهور، يعني أكثر من 7 شهور تقريبا. تمام. ده بالإضافة إلى سلع أخرى زي الزيت مثلا أكثر من خمس شهور، السكر عندنا ما يقرب من 7 شهور، بالاضافه لمخزونات من المكرونه وال. طب معلش عايز اسال حضرتك على جمله قالها وزير التموين النهارده خاصه بانه استخلاص القمح هيوفر لنا 500,000 طن سنويا. ايه رفعنا نسبه استخلاص الدقيق ديت؟ معناه ايه يعني؟ معناها بص حضرتك، في درجه استخلاص للدقيق استخراج. يعني دلوقتي انت بتجيب، لو حدها لك يعني بمثل بسيط جدا يا ريت عشان انا والساده المشاهدين برضو نبسط لنا كده. لو جبت كيلو قمح كيلو قمح خام ده بيبقى 1000 جرام. انت بتعمله بتطحنه وتطلع منه النخاله وخلافه يديك يصفي على 820 جرام. تمام. ده اسمه ايه؟ استخراج 82%. تمام. احنا رفعنا درجة الاستخراج لحوالي تقريبا 87.5. طب وده هيوفر؟ هيوفر ازاي بقى؟ ازاي؟ ما هو انت انا زي ما قلت لحضرتك كنت بتاخد من الكيلو 820 جرام. تمام. دلوقتي هتاخد من الكيلو يعني 800. استطعنا فهمت قصدك. مش رفعنا بقى، يعني استطعنا ان احنا نستخلص 87.5% دقيق من القمح. من القمح. تمام. يعني الكيلو هيديك 875. تمام. يعني الدقيق بقى فعاليته اقوى وبالتالي هيوفر عليه. بيبقى فيه نسبه السمنه اكتر وده طبعا صحي. ده بالاضافه لان النسبه اللي هي زادت عن حوالي 5.5 تقريبا هتلاقيها مثلا تعمل لك 500,000 طن سنويا. هايل. طيب قول لي يا استاذ عبد اللطيف، بالنسبه للتوقيت الصيفي اللي اشار اليه دكتور مصطفى في مؤتمر الصحفي امبارح انه هيتطبق بقوه تاني الساعه 11 بالليل، امتى يعني نبتدي نقول بقى ان المحلات هتقفل الساعه 11؟ هو المفروض اعتبارا من بدايه الاسبوع الجديد، رغم ان الحكومه بدات بنفسها يعني فيما يتعلق بعمليات ترشيد استهلاك الكهرباء. يعني اصبح في تعليمات ان التكييفات ما تكونش على اقل من 25 درجه. أي. ان الاضاءه الخارجيه خلاص نمنع الاضاءه الخارجيه اثناء الليل اللي هي بتبقى في الوزارات او الهيئات او خلافه. أي. حتى الاماكن العامه وكذلك الاستادات الرياضيه والحاجات اللي بتكلف قوي دي. ويعني بهذا الشكل. طب معلش كنت عايز اسالك، هو كان في قرار لرئيس مجلس الوزراء بالغاء العمل بالتوقيت الصيفي؟ لا مش يعني بص احنا كنا بنحاول نطبق ده
في كل سنه، هو توقف من ما هي دي مشكلتنا يا استاذ عبد اللطيف، احنا بنعمل وما بنعملش، يعني بنعمل شبه الحاجه ما عندناش رقابه. هقول لحضرتك كان في اجراءات خاصه بكورونا، فكانت تجب حكايه العمل بالتوقيت الصيفي والشتوي. بمعنى ان الاجراءات الاحترازيه اللي انت كنت فارضها، مثلا تقول ان المحلات من بعد الساعه 9 ما فيش. فين ده يا استاذ عبد اللطيف؟ انت عندك المحلات في المنطقه اللي انت ساكن فيها بتقفل الساعه 9؟ لا 24 ساعه. طب خلاص اشكرك. خلينا نسالك السؤال التالي المهم بقى والاخير في مداخلتنا، هو هل من قرارات مهمه اتخذت في اجتماع النهارده؟ لا بص، اهم هذه القرارات هو المتابعه الدائمه والمستمره، الرصد المستمر للازمه. ليه بقى؟ بناء على عمليات الرصد تستطيع انك تتحوط، تاخذ مجموعه من الاجراءات اللي نعمل قرارات جديده تحل لك المشكله. يعني اشكرك جدا يا فندم على تشريفك، استاذ عبد اللطيف وهب الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء، شكرا جزيلا.